انطلقت فعاليات القمة الشبابية العربية بمركز التعليم المدني بالجزيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلان عام 2023 عاما للشباب العربي. هذا وقد أكدت وزارة الشباب والرياضة أن القمة التي تقام بالتعاون مع اتحاد شباب تحيا مصر تستهدف تمكين الشباب العربي وإشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة. يعكس هذا الحضور الكبير في القمة الشبابية العربية حرص 200 من القيادات الشابة على المشاركة لعرض رؤاهم وأفكارهم أمام عدد من الشخصيات العامة حول أهم قضايا الوطن العربي المشتركة. أبرز القضايا التي شغلت هذا الشباب الممثلة للدول العربية من المحيط إلى الخليج هي مسألة التكامل الاقتصادي والأمن الوطني العربي. يمكن الملفات اللي أيضا شغالين عليها في القمة العربية هو الملف الاقتصادي، وطبعا ده اللي عليه العين بشكل كبير جدا، يمكن نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات الاقتصادية اللي حصلت، ده هتكون من ضمن الحلقات النقاشية. عندنا أيضا الأمن القومي العربي، يمكن أكتر حاجة تعرضت لها الدول العربية هي حرب الشعب. فالنهارده حرب الشائعات واخده حيز كبير جدا، ان ازاي بيقدروا يلعبوا على الشباب في دول الوطن العربي ويوجهوهم وفقا لاجنده او وفقا لما يعني لما يحقق مصالحهم الخاصه. انا اليوم بس بدي اقترح انه افكارنا وصوتنا يكون بشكل رسمي ويطبق بشكل رسمي ويوصل للجهات الرسميه لحتى كل مقترحاتنا توصل للشباب، توصل للجهات اللي لازم تسمعها لحتى تنفذ مطالبنا. انطلقت القمة الشبابية العربية تنفيذا لمبادرة رئاسية مصرية بأن يكون العام الجاري عاما للشباب العربي. القمة تنفذها وزارة الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر، وأكد الحضور من الشخصيات العامة على أن صوت هؤلاء مسموع لدى صناع القرار. أنا أثق جدا أن الحكام يثقون في الشباب، يعني الفكر الشبابي هو الفكر السائد، هو الفكر اللي راح يعطينا مجالات أوسع وفترة أطول. يعني القمة هذه من القمم اللي نحرص على حضورها سواء كسعوديين أو خليجيين أو كعرب، وزي ما انت شايف اعتقد من كافة الدول العربية وحتى غير العربية موجودة. القضايا دي بنشتغل عليها من خلال ملتقيات شبابية بهدف بناء وعي الشباب سواء بقضية الأمن القومي أو بقضايا الاقتصادية المشتركة، آملين أن الشباب هم يكونوا القاطرة اللي يحافظوا على أمن أوطانهم ويكونوا دفعة لتخطي الأوضاع الاقتصادية الحالية ومساهمة في التنمية بإذن الله علشان الدول العربية تنهض مشتركة ومتعاونة مع بعض. قمة الشباب العربي تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية، ما يجعل القمة فرصة مهمة للتواصل بين الشباب وتبادل الخبرات لمواجهة كل التحديات. حين يطلب من الشباب أن يتناول موضوعات مثل التكامل الاقتصادي العربي والأمن القومي العربي في قمة باسمه القمة الشبابية العربية، سيبحث ويتقصى ويبذل كل جهد ممكن للخروج بتوصيات يأمل في أن تجد صدى عند صناع القرار الذين يعلنون دائما إيمانهم بقدرات الشباب وشغفه. محمد جمال، التلفزيون المصري.